وبعد جهد جهيد وجدال طويل واتهامات متبادلة وانتظار دام أكثر من 50 يوم، وجه مصرف الرافدين بتوزيع الرواتب. يعني نقدر نقول هسه مبروك ونفرح بالراتب اللي راح يطير قريبا ما بين الإيجار والديانة. طبعا راح نلتقيكم في موعد الراتب الجديد الجاي وراح نشوف ايش راح يصير. وأثناء ما المواطن العراقي فرحان بالراتب اللي استلمه اليوم، اقترحت الكويت ورقة عمل جديدة تتضمن استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن براتب ثابت مدى الحياة، خوش، ويبلغ حوالي 50,000 دولار سنوياً، ولجميع المواطنين في سن العمل، ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة، وبذلك يكون لجميع الكويتيين بالعافية عليهم راتب أساسي يضمن التوزيع الأمثل للثروة بما يتوافق مع النصوص الدستورية، ويحد من أعباء خلق فرص عمل في القطاع العام، كما أنه خلق هذا الحافز الجديد لدى المواطنين سيفتح المجال أمام الحكومة للقيام بإصلاحات هيكلية للاقتصاد تشمل الخصخصة ومراجعة الدعوم وتحرير الاقتصاد من القيود. أما في العراق هناك حصة للمواطن، لا عبالكم ما عندنا حصة، نعم بالعراق عندنا حصة للمواطن من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في العراق أنه نصيب الفرد العراقي للفصل الأول من العام الحالي بلغ 1,100 دولار، بينما بالعام الماضي كانت 1,300 دولار، يعني نزلنا 200 دولار. الآن خلونا نشوف بالترتيب وبحسب العد التنازلي حصص المواطنين من الناتج الإجمالي لدولهم، ونبدأ من إيرلندا نزولاً. إيرلندا احتلت المركز الخامس، نصيب المواطنين هناك 72,000 دولار سنوياً. أما المرتبة الرابعة فهي من نصيب سلطنة بروناي، ونصيب المواطنين هناك 76,000 دولار بالسنة من الناتج المحلي. أما المركز الثالث فهو من نصيب سنغافورة، ولكل فرد في سنغافورة من الناتج السنوي 90,000 دولار. أما في المركز الثاني لوكسمبورغ، والفرد هناك يستلم من الدولة 109,000 دولار، يعني دع الشدة إلا شوية. أما المركز الأول برأيكم من نصيب منه؟ راح أقول لكم لا تستعجلون. المركز الأول فهو من نصيب دولة قطر بقيمة 130,000 دولار لكل شخص، بمعنى أنه لكل واحد 13 شدة وإحنا 1,100 دولار. عمي بالعافية عليهم.